السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم مع برنامج كن نجما، ونحن في تسلسل منهجي علمي لصناعة النجوم. نريد أن نصنع من شبابنا وبناتنا نجوما للمستقبل، يزرعون القيم وينشرون الرسالة الصحيحة ويستبدلون النجوم السيئة التي ضيعت الأمة. وتحدثت معكم عن خماسية القيم، ونحن اليوم في خماسية التخطيط. في الجزء الأول منها في الحلقة الماضية كان عن المجال، أما حلقة اليوم فهي مخصصة للأهداف والمشاريع. هذا يعني أن يواجه النجم نفسه بأسئلة رئيسية في رحلة نجوميته. مثلا، هل تريد أن تكون من ضمن 2% من النخبة بين الناس الذين يغيرون باقي الناس؟ ما هي البصمة التي تريدي يا ابنتي أن تتركيها في الحياة؟ هل لديك يا ابني مشاريع للحياة تحقق لك تلك البصمة؟ هل لديك صبر وتخطيط ومرحلية لتحقيق تلك المشاريع، من خلال مشاريع ل5 سنوات ومشاريع مفصلة لسنة؟ ما هي أدوارك في الحياة وكيف تحققها؟ هل تمتلكي الرؤية والمرونة اللازمة للتخطيط بحيث تتكيفي مع المتغيرات والمستجدات وتحافظي في نفس الوقت على أهدافك ومشاريعك وخططك وتحققيها؟ حلقة في منتهى الأهمية لتحديد بوصلة النجم إلى أين يريد الوصول وكيف يحقق ذلك. أهلا بكم مع حلقة تحديد الأهداف والمشاريع. لننتقل إلى التفاصيل. حديثنا إذن للتخطيط للمشاريع. نحن في خماسية التخطيط، نريد أن نخطط لمشاريعنا، والمشاريع ليست نوعا واحدا، فدعوني أحدثكم عن هذه الأنواع. النوع الأول من المشاريع اسمها مشاريع الحياة، أسميها مشاريع الحياة. مشاريع الحياة هي الخلاصة، هي الغاية الكبرى التي تريد أن تحققها في حياتك الدنيا. كنت مرة في إحدى الدورات عملت تجربة، كان الحضور حوالي 200، وطلبت من أي شخص لديه 3 إنجازات أو أكثر يستطيع أن يكتبها، يكتب أنجزت كذا وكذا، مش أني خلصت ثانوية وخلصت جامعة، اكتبوا إنجازات. فرفع عيدهم عدد من الناس، فسألتهم اللي فيكم يعتقد أن هذه إنجازات يستطيع أن يفخر بها في الدنيا والآخرة يظل إيده مرفوعة. فمن 200 بقى 7 فقط الذين ظلت أيديهم مرفوعة. هؤلاء هم النخبة من النخبة، هؤلاء هم الحريصون على الثقافة، على الفكر، على حضور الدورات. 3% إذا من الحضور، طبعا هذه نسبة أعلى من الوضع الطبيعي، النسبة في العالم هي 2% فقط. هناك مشكلة أن أكثر الناس ليس لديهم إنجازات، أو عندهم إنجازات لكن إنجازات بسيطة. النجم يجب عليه أن يمتلك الشعور أنه فعل شيئا فيه مساهمة، هذا الشعور بالمساهمة العالية، أنه خدم نفسه وخدم أهله، قدم شيء للبشرية، للأمة، قدم شيء للدين، قدم شيء للحياة، كما يقول مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى: إن لم تزد شيئا على الدنيا كنت أنت زائدا على الدنيا. كلمة قاسية لكنها حقيقية. ولذلك نحن نريدكم يا شباب أن تكونوا نجوما، أصحاب رسالة وأصحاب قيم وأصحاب إنجازات. نريد النجم الذي لديه إنجازات عالية، إنجازات عظيمة، إنجازات تترك أثر في الحياة، كما قال الشاعر: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. اتركوا آثار، انظروا إلى المتميزين في التاريخ وإلى المتميزين اليوم، هؤلاء هم الذين يصنعون الحياة والباقي تبع. هؤلاء هم الذين يصنعون التاريخ، هؤلاء الذين يصنعون الحياة ويصنعون التاريخ، ليس مجرد موظف عادي، حاشاكم أن تكونوا هكذا. الذي يصنع الحياة والتاريخ هم الناس غير العاديين، أصحاب المشاريع وأصحاب الإنجازات، هم الذين يصنعون الحياة. 2% فقط هم الذين يخططون لحياتهم، 2% فقط هم الذين يقودون
البشرية ويقودون العالم، 2% هم الذين يقومون بالتخطيط لمشاريعهم. هذا لا يمكن أمر أن يستمر، لابد أن تزيد النسبة بينكم يا شباب، خدمة لأنفسكم وخدمة للأمة. ولذلك معظم الناس يؤثر السلامة ويعيش على هامش الحياة. هناك من إذا حضر لا يعد وإذا غاب لا يفتقد. هذا ليس من شأن النجوم، طبعا قد يكون عند الله سبحانه وتعالى بعبادته عظيما. هذا نحن لا نتكلم عن الفضل في الفضل في التقوى، نحن نتكلم هنا بالإضافة للتقوى، هل يكون لك إنجازات؟ هؤلاء الذين فهموا الدين، هؤلاء الذين فهموا حقيقة الإنجاز، هؤلاء الذين يقودوا تيارات التحديث والتغيير في المجتمع. النجم لا يترك حياته للصدف، للارتجالية. إذا فشلت في التخطيط فقد خططت للفشل كما قالوا. خططي لخطة طموحة، لكن بشرط أنها طموحة، يعني صعبة لكنها ليست مستحيلة. النجم حتى يؤثر في مجاله، فن، إعلام، سياسة، اقتصاد، علم إلى آخره، وهو يفتقد خطة في حياته، هذا يجعله متناقض في كثير من المواقف. ربما يقدم حضور متبيز مبهر في أحداث لكنها هامشية، ويغيب بعد ذلك عندما تنتظره الناس في أحداث رئيسية. سبب هو غياب الخطة في الحياة. أقول لكم شيء في هذه المسألة، تعرفون عندي علامة أعرفها للذين يخططوا لحياتهم. العلامة هي الذي يعرف أن يقول نعم ولا. اللي يقول دائما نعم هذا لا يفهم التخطيط، واللي يقول لا دائما أيضا لا يفهم التخطيط. أنا إذا كنت مخطط صح لحياتي، الأمر الذي يتوافق مع خطتي نعم، الأمر الذي هو خارج خطتي حتى لو كان أمر فيه شيء مشهور ولا عظيم ولا مال كثير ليس من خطتي لا. عرض علي مرة أني أرأس شركة للطاقة ب1,000,000,000 دولار وأكون مديرها العام، فرفضت لأن أنا عندي هدف أني أنشر فكر بين الناس، فكر ليس أي فكر، فكر ينهض بالأمة، هذا هدفي في الحياة ومشاريعي كلها تدور حول هذا. وذلك بعض الناس يمكن فيه أنا يحتار، يقول أنت ما هي مشاريعك؟ ما أنا عندي هدف واحد، نشر فكر ينهض بالأمة، ما عندي هدف أكون زعيم سياسي ولا عندي هدف مالي، ما أريد لا أكون لا غني ولا زعيم سياسي، عندي هدف أنشر فكر. ولذلك كل ما أفعله يدور حول هذا، برامج تلفزيونية، تدريب، مؤتمرات، كتب، كذا، ماني ملخبط، أنا عارف بالضبط ماذا أريد. فإذا جاني مشروع للطاقة مهم جدا للأمة لكنه ليس من خطتي فأقول لا. إذن هذا هو المبدأ في التخطيط للحياة. طبعا هناك العكس، هناك من عنده خطة للحياة لكنها خطة شريرة موضوعة لخدمة هذا الإنسان فقط. والله تعالى قال عن هؤلاء في سورة الكهف: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. احذروا يا شباب أن تكونوا من النجوم الذي لا يمتلك خطة، واحذروا في المقابل أن تكونوا من النجوم الذين تم توظيف خطتهم في خدمة الباطل والاستبداد. وذلك لا تنسوا أن تكون لكم نية، فنوا النية الطيبة، والله يقبل الطيب ويثقل الموازين بالنية. أنا لا أعرف عجزا في البشر كعجزهم عن احتساب النية وتجديدها. انو مشاريع كبيرة إذا حدثت فلكم 10 أضعاف، وإذا لم تحدث نحن نتعامل مع الكريم سبحانه فستكتب أجرا كاملا. خطة العمر هذه يجب أولا أن تكتب، ويجب أن نعرف أنها مشاريع كبيرة. كيف تعرفوا أنها كبيرة يا شباب؟ تعرفوها من خلال علامات، منها أنها ستحتاج إلى زمن طويل، 10 سنين، 15-20 سنة. واحد يقول لي خطة حياتي الدكتوراه، هذه وسيلة، هذه ليست خطة حياة. قصة يوسف، سيدنا يوسف عليه السلام مثال ممتاز في خطة العمر. وضع خطة 15 سنة، 7 سنوات خصبة فيها زراعة وفيها حصاد، تخزين للمحاصيل،
جهز نفسه للسنوات السبع التي بعدها، سنوات فيها جدب وقحط، حتى وصل إلى العام الذي تحقق فيه الغيث وفيه يغاث الناس إلى آخره. إذن مشاريع الحياة تتوفر فيها مجموعة من الصفات الرئيسية، أهمها أولا أنها كبيرة، وقلت لكم تعرفوها من أنها ستحتاج وقت طويل 10-15-20 سنة. واحرصوا أن هذه المشاريع الكبيرة يكون نصفها في مجال حياتكم، يعني إذا أنا هدفي نشر الفكر ما في مانع أن نصف مشاريعي تكون إغاثة خيرية إلى آخرة، لكن على الأقل النصف، والأفضل أكثر تكون في مجالي. إذا أنا نشر فكر فمشاريعي كلها بنشر، أنا شخصيا مشاريعي 100% في مجالي، أنا ما أشتغل إغاثة ولا غيرها، لا أقلل من أهميتها لكن هذا ليس مجالي، فمشاريعي في مجالي، تذكروا ذلك. الأمر الثاني أن تذكروا أن يكون لكم مشاريع طموحة، لازم تكون طموحة حتى لو لم تكن لها علاقة بمجال الحياة، وهذه لها علامات، منها العلامات الانتشار أنها تخدم أعداد كبيرة من الناس، من علامات الخطة الطموحة أنها فيها استمرارية، يعني تستمر بعد حياة الإنسان، بعد عمر طويل، بعد وفاتنا تستمر، ومن علاماتها أن فيها عمق في الأثر، عمق في الأثر، يعني الناس الذين تخدمهم هذه المشاريع ستغيرهم تغيير جذري، تغير حياتهم. وبالتالي يحتاج النجم حتى يضع خطة فيها مثل هذه المعايير أن تتقنوا، لابد أن تتقنوا المنهج العلمي لوضع الخطط، خذوا دورات تدريبية متخصصة، حتى لو أخذتوا دورات تدريبية متخصصة يجب أن تطبقوها وتستشيروا، استشيروا المتخصصين حتى تستطيعوا بعد ذلك التعامل المرن مع خطتكم. إذن خططوا أن تتناسب مع مهاراتكم، تتناسب مع مجالكم، هذه مشاريع الحياة، وتحقق إضافة إيجابية مع المجتمع، واحرصوا أن خطط حياتكم هذه تكون مرنة، قابلة للتعديل، قابلة للتغيير، قابلة للتطوير، لا تصير خططكم جامدة، واحرصوا أن فيها مراحل وخطط تفصيلية لها مؤشرات، فيها إنجاز، قدرة على القياس، قانون رئيسي، أي شيء غير قابل للقياس هو ليس جزء من التخطيط. ما هو الهدف؟ تعريف الهدف، بيان بالنتيجة المطلوبة بمقياس كمي وموعد زمني. ذاك علمونا لما درسنا الإدارة، علمونا مبدأ رئيسي، بل هو المبدأ الأول في علم الإدارة، If you can't measure it, you can't manage it، ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته. هذا النوع الأول من المشاريع، مشاريع للحياة. النوع الثاني أسميها مشاريع 5 سنوات. من الخطط المشهورة كفترة زمنية خطة المشاريع ل5 سنوات، وهي وسط بين خطة العمر اللي هي 15-20 سنة وبين الخطط السنوية اللي راح أتحدث عنها بعد شوي. حجم التغييرات في خطط العمر كبيرة، تحتاج دوما إلى ترشيد وتعديل، فالخطط الخمسية تعطينا هذه المرونة. خطة الخمسية في العادة هي خطة نحو خطط الحياة، يعني إذا عندي هدف أني أعمل مشروع كبير، مثلا أريد أن أؤسس مؤسسة إعلامية 100 مليون دولار، ماذا يمكن أن أفعل في 5 سنوات؟ أستطيع أن أجمع المال وأنتهي من دراسة الجدوى، وبعدها ممكن أبدأ في المشروع. إذن في الغالب أن الخطط هذه خطوة نحو خطط الحياة، وفي الغالب من يفشل في تنفيذ الخطة الخمسية لن ينجح في تحقيق خطة العمر. للأسف اليوم في العالم العربي كان عندنا مشكلة في التخطيط، اليوم ليس عندنا نقص في التخطيط ووضع الخطط الخمسية كأحسن ما يكون، كل الدول عندها خطط خمسية وصرف أموال وأوقات وجهود كبيرة لوضع الخطط، لكن لدينا مشكلة كبيرة جدا في تحويل ما هو موجود على الورق إلى أرض الواقع. على نجومنا أن يمتلكوا قناعة راسخة بأهمية الخطة الخمسية، لأن تنفيذها هو خطوة نحو خطة الحياة، وهي الفارق بين الفشل والنجاح. ثم تأتينا الخطة السنوية التفصيلية قصيرة جدا فتكمل الخطة الخمسية. إذن الخطة الخمسية تعطيكم مساحة، تعطي النجوم مساحة لكي يطوروا مشاريعهم بشكل سنوي في تعديل مستمر للخطة الخمسية.
إذن الخطة الخمسية إذن باختصار هي خطة تخدم خطة العمر، ولذلك يجب أن يكون جزء منها لخدمة مشاريع العمر بحيث تكون خطوة نحوها. مثلا إعداد دراسات جدوى كما ذكرت نحو المشروع الكبير، تجميع المال نحو المشروع الكبير. أنا شفت بعض الناس يعطوني خطة حياتهم بعدين أشوف خطتهم الخمسية ما لها أي علاقة بخطة حياتهم، كيف؟ إذن انطلقوا نحو مشاريع الحياة بخطوات خمسية متتالية. باقي أهداف الخطة الخمسية ستخدم الأدوار الأخرى في حياة الإنسان، وهي الدور الإيماني، العبادي، تنمية المعلومات، تنمية الثقافة، التخصص، رعاية الصحة والجسد طبعا، القيام بالواجبات الاجتماعية، وخاصة اللي واجب شرعا علينا أن نعملها نحو الوالدين والأرحام. كذلك سنستغل هذه الخطط نحو تنمية مهاراتنا اللي ضرورية. يعني أحيانا خطتي في الحياة لا تنجح إلا بمهارة معينة سأتعلمها خلال 5 سنوات، أو توفير المال لحياة كريمة عشان أقدر أنطلق لخطة الحياة وأنا ماليا مرتاح. كل هذا هو جزء من التخطيط الرئيسي للمشاريع. بعد الفاصل سأكمل لكم المزيد من الحديث عن أنواع المشاريع والخطط، فابقوا معنا بإذن الله. ما في أتوقع إنسان حينجح بأي شيء إلا إذا كان مخطط له. الإنسان لازم يكون عنده هدف، لأنه أنت لو مسكت سهم وما عندك هدف رح يضل السهم في إيدك، بس لو حكيت لك السهم لو ضربت السهم إذا ما جبت الهدف حتجيب جنبه. فبالتالي أكيد لازم يكون عندك أهداف، بس أنا بحب أكون بطيء ومتدرج دائما في أهدافي، وبعتمد كثير على تقلبات خلينا نحكي الوطن العربي أو تقلبات المجتمع أو تقلبات السوق. لازم تكون عندك مرونة، كمان ممكن تكون هدف وتغير، فأكيد التخطيط شيء أساسي للنجاح أكيد. قبل قرابة 15 سنة من الآن زارني أحد الشيوخ الكبار جدا، كان في 60 من عمره، ورأى تنوع المشروعات، تونا كنا بدأنا في مشروعات فور شباب وغيرها، فأراد أن ينصحني وقال لي أنا أرى أن تنوع هذه المشروعات يحتاج إلى خطة عملية. فقلت لهذا الشيخ، وهذا كلام قبل زواجي، هل تأذن لي أن أذهب إلى الدور الأعلى لأحضر لك بعض الأوراق؟ فأحضرت له بعض الأوراق فيها خطة 5 سنوات مضت والنجاحات التي تمت فيها، فقلت الحمد لله تمت 100%، وهذه خطة 5 سنوات القادمة، فأعطيت إياها. فضحك هذا الشيخ وقال لي بتواضعه وأدبي، كنت أريد أن أنصحك على تنفيذ المشروعات وأنك تركز، وإذ بي أجد أنك نفذت 5 سنوات الماضية والآن كنت في السنة الثالثة لـ5 سنوات التي بعدها. الحمد لله كتابة المشروعات واضحة لدي وتراجع بشكل مستمر، وبفضل من الله عز وجل أتجاوزها قبل المدة التي خططت لها. كلمة لا بعكس، أنا رأيي بعكس ما يقال، إنه دير بالك تقول كلمة لا، وكلمة لا فيها سلبيات كتير. أحيانا كلمة لا هي أفضل ما يقال في موقف ما، مو دائما نعم 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 نعم، لأنه لما أنت بتضل عم تحكي نعم 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 عم تحمل الأحمال، حمل فوق حمل حمل فوق حمل، بالأخير ستنهار بكل النعمات اللي أنت قلتها. بينما كلمة لا واحدة في مكان صح في موقف صح بتريحك وبتعمل لك نشاط من أول جديد، ممكن تقدمك لقدام. لا تنظر أنك دائما أنت تعطي 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 وما تأخذ، يعني الإنسان كويس العطاء، لكن بنفس الوقت ما تكون مثل الشمعة عم تحرق نفسها وتضوي للآخرين. أنت أيضا يفترض فيك أيضا تأخذ وتعطي. فكلمة لا أحيانا قول لا لأنه أنا في عندي عذر معين قاهر ما فيني أقدم لك اللي أنت بدك إياه. فأنا برأيي كلمة لا في مكانها بتكون أنسب بكتير من أي كلمة أخرى. أهلا بكم ومرحبا مع برنامج كن نجما، ونحن نتحدث عن صناعة نجوم أصحاب قيم ورسالة، وقلنا أنها تحتاج إلى منهجية، وجزء من هذه المنهجية التخطيط، وجزء رئيسي من هذا التخطيط تخطيط للمشاريع التي سأحققها في حياتي. وقسمت لكم المشاريع، حدثتكم قبل الفاصل عن مشاريع الحياة، المشاريع الكبرى، ومشاريع 5 سنوات. النوع الثالث من المشاريع هو مشاريع لسنة،
وعادة يتم تقسيم الخطة الخمسية إلى 5 خطط سنوية بالتفصيل. السنة الأولى طبعا سندخل فيها بتفاصيل أخرى، فقط سنضع لها أهدافا. الخطط السنوية إذن تحتوي على أهداف تفصيلية تساعدنا كثيرا بتراكمها، شيء فوق شيء يحقق لنا الخطة الخمسية، وهي بتراكمها ستحقق خطط الحياة. الخطة الخمسية إذن قسموها إلى أهداف ومهام يمكن أن نحققها خلال 12 شهر. هي ليس بالضرورة أن تبدأ من بداية السنة، هي تبدأ ممكن غدا. إذن تبدأ بوقت التخطيط لمدة 12 شهر، وكلما كانت هذه الخطة السنوية مرنة ويتم التعديل عليها أولا بأول بحيث تتناسب مع المستجدات والتغييرات في الحياة، قلت نسبة الانحراف نحن نسميها في الخطة، انحراف الخطة عن التحقيق الذي وضعت له. إذن الواقع يتناسب مع الخطة بدون انحراف، ويمكن بهالحالة إذا في أخطاء نستدركها مبكرا. إذن الخطة السنوية تعتبر هي التحدي الأول لصاحب أي خطة. من لا ينجح في تنفيذ خطته السنوية لن ينجح بالتالي في تنفيذ خطته الخمسية، وبالتالي لن ينجح في تحديد خطة العمر. فالتخطيط إذن عملية ذهنية، ركزوا في التخطيط على ليس الموجود الآن، وإنما الذي يمكن، الإمكانات التي يمكن أن تتاح لنا في المستقبل. إذن ركزوا في التخطيط على الإمكانات المتاحة للمستقبل من خلال اختيار بديل من عدة بدائل. شوفوا دائما كثروا البدائل، قانون رئيسي احفظوه، كلما زادت البدائل كلما تحسن القرار. فعندما تريدوا أن تدخلوا في أي مشروع اسألوا نفسكم ما هي المشاريع الأخرى، من هم المشاركين، من هم المستثمرين، لا تفكروا فقط في شخص واحد أو جهة واحدة. إذا أدركت كل هذا، أدركت أن هذه الخطط ليست رفاهية، ليست كماليات، ليست مجرد تحسين لصورة النجم أمام الجمهور. احفظوها، كل ساعة تقضوها في التخطيط توفر لكم 4 ساعات عند التنفيذ. كل ساعة تخطيط توفر 4 ساعات عند التنفيذ. كلنا يعرف قصة الأعرابي الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه ترك ناقته عند باب المسجد بدون أن يربطها، بدون أن يعقلها، لأنه توكل على الله. فالناقة هربت، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالمبدأ بأنه كان عليه أن يتوكل على الله ويعقل الناقة، اعقلها وتوكل حتى لا تهرب. إذن بدون خطة ستفشلوا في تحديد أساسيات هامة في حياتكم. اعقلها بالتخطيط وتوكلوا على الله. الخطط تعطيكم معرفة للأولويات، خطط تعطيكم تحديد لمقدار الأموال والطاقات التي تحتاجوها للتنفيذ. الخطط تعطيكم قياس لحجم الإنجاز، تعطيكم القدرة على تصويب الانحراف إذا وقعتوا في الانحراف في التنفيذ عن التخطيط. وفي نفس الوقت إذا خططتم يجب النجم أن لا يغتر بحجم النتائج التي حققها بسبب التخطيط الجيد والتنفيذ المتقن. تذكروا أن كل هذا هي أسباب من الله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله تعالى هو الأساس. إذن الخطة السنوية يجب أن تخدم الخطة الخمسية والمشاريع، وتخدم أدوارنا في الحياة والتي سنتحدث عنها بعد قليل. الخطة السنوية تعطينا الأهداف الضرورية إذن التي نود تحقيقها خلال سنة. مثلا واحد ممكن يكتب أنا خلال سنة أريد أن أحج، أو أحسن معدل الدراسي، أو خلال سنة سأحصل على الوظيفة أو خطوبة أو غيرها. كلها أهداف هامة. إذن في أهداف لها ارتباط بمشاريع الحياة، في أهداف لها ارتباط بأدوارنا في الحياة. هذا يجرنا إلى الحديث عن التخطيط الرابع، وهو التخطيط للأدوار في الحياة. نحن لا نقوم بدور واحد، نحن نقوم بمجموعة أدوار. الدور الأول هو دورنا في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. الغاية الأساسية التي خلقنا من أجلها في الحياة هي عبادة الله سبحانه وتعالى، تقوى الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه ليست دروشة، هذا ليس التصاق بزاوية في مسجد. يقول أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى إن التقوى
المنشودة ليست مسبح الدرويش ولا عمامة متمشيخ ولا زاوية متعبد، إنها علم وعمل ودنيا ودين وروح ومادة وتخطيط وتنظيم وتنمية وإنتاج وإتقان وإحسان، هذا كله عبادة لله عز وجل. إذن حددوا أدواركم في مجالات الحياة وقسموها إلى أنواع، وخلوني ألخصها لأهميتها، أهم الأدوار في الحياة. الدور الأول هو الدور في علاقتنا مع الله عز وجل، الدور الإيماني والعبادي. الدور الثاني هو تنمية العقل والعلم والتخصص. الدور الثالث هو دور بناء العلاقات وتأدية الواجبات الاجتماعية. الدور الرابع هو دور الصحة والعناية بالجسد. الدور الآخر هو تنمية المال. دور تنمية المهارات التي نحتاجها للنجاح في الحياة والوصول إلى النجومية الحميدة. الحياة تتطور، الحياة تتغير، الحياة ليست شيئا ساكنا ولا وليس من طبيعة المؤمن أنه يعرقل التطور في الحياة. هذا الذي يعتقد أن أسلوبه في العمل في الماضي هو نفسه الأفضل للمستقبل، هذا تخلف. ما نفعك في الماضي ليس بالضرورة أنه سينفعك في المستقبل، فهذا جزء من التخطيط. المرونة في التخطيط، لا تصبح خطتكم جامدة، لا تقدسوا أي خطة. إذا أتيحت لكم فرصة استغلوها، إذا تغير ظرف في حياتكم غيروا الخطة، عدلوا خطتكم. أنا أنصح بتعديلها كل 3 شهور، أنصح بإعادة النظر بشكل عميق فيها كل سنة. وقديما قالوا: ليس للأمور بصاحب من لا ينظر في العواقب. المتوسط العام في البشر على فكرة لتطبيق ما ستخطط له، يعني كم ستنفذ فعلا مما خططت له، هو 50% فقط. نعم 50%، لا يوجد من يضع خطة ويطبقها 100%. المتميزون والخبراء قد يصلوا إلى 80%. لا يوجد شيء اسمه 100% بالنجاح في التخطيط. فلا تصابوا بإحباط إذا بعض أهدافكم لم تتحقق. حولوا إذن الأفكار إلى أهداف قابلة للقياس ومشاريع قابلة للتحقيق، هذا هو أساس النجاح في التخطيط. ثم اجعلوها مرنة وراجعوها باستمرار، هذا هو أساس النجاح في تطبيق الخطط وفاعلية الخطط. بهذا نكون عملنا صورة شاملة للتخطيط للمشاريع، وهي أساس من أسس مجال التخطيط الذي هو ركن أساسي من أركان النجومية. مزيد من هذه الخطط في لقاء قادم بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتعجب ممن يخطط لرحلة السفر ولا يخطط لرحلة العمر.